طيب خلينا نروح لخبر تاني. الخبر ده خاص بطلب وزيرة الصحة بإيقاف تصدير الأكسجين الطبي لخارج البلاد إلا بناء على موافقة كتابية لمدة عام. كانت الدكتورة هالة زيت وزيرة الصحة والسكان قد تقدمت بطلب من نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة وأرسلت لها خطاب بشأن طلب وقف تصدير الأكسجين إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من وزارة الصحة والسكان. بدورها أصدرت وزيرة التجارة والصناعة قرارها والذي حمل رقم 321 لسنة 2021 بشأن حظر تصدير الأكسجين إلا بناء على موافقة تعتمد من وزارة الصحة والسكان ووزيرة التجارة والصناعة. ومن المقرر أن يسري القرار حتى يوم 15 يوليو 2022. طيب احنا القرار ده توقيته جاي يعني انا مش عارفه ليه انا ربطاه بكورونا. الاكسجين انا ربطاه بكورونا. خليني اقول انه ليه القرار جه في التوقيت ده؟ مش مفروض كان يجي قبل كده ولا لان خلاص كورونا بتنحصر خلينا نقول حول العالم تقريبا. لا هي ما في طبعا لازم يبقى في عندنا احتياطي من الاكسجين. هل استنفذنا الاحتياطي بتاعنا؟ ممكن يكون في تم استنفاذ عدد كبير من الاكسجين خلال الفتره الاخيره. ف واحنا شايفين ان في بعض الدول في بزياده فيها الكورونا في الوقت الحالي، فاكيد مصر عامله او وزاره الصحه لازم يكون عامله حسابها ان يبقى فيه الاحتياطي ده بيبقى لفتره محدده معروف. لو حصل لا قدر الله موجة جديدة من الكورونا يبقى عندنا الأكسجين موجود ويبقى كل الأدوات موجودة. احنا شايفين مصر أخذت خطوات كبيرة جدا في موضوع كورونا من بداية الأزمة من سنتين أو من السنة اللي فاتت لما بدأت في عمليات الحجر وبدأت في اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، وكان في تعاون بين مصر وبعض دول العالم في مجال الأمصال وخاصة الصين، وإن إحنا دلوقتي وصلنا إن إحنا نصنع أو يعني نصنع السينوفاك الصيني هنا في مصر ويبقى متوفر للمواطنين المصريين. فإذا في إجراءات كبيرة جدا بتاخدها مصر. كنا شفنا في البدايات هناك الناس متخيلة ان في ازمة هتحصل في المستشفيات او ازمة هتحصل في الاكسجين، لكن بالتنسيق مع الجهات المسؤولة داخل الدولة الحمد لله قدرنا ان احنا نعدي المرحلة الاولى والمرحلة الثانية والمرحلة الثالثة لكورونا يعني الحمد لله بشكل حتى العالم كله كان في اشادات من العالم كله بالاجراءات الصحيه اللي بتنفذ داخل الدوله المصريه. فاعتقد ان احنا في الوقت الحالي احنا مش عايزين يكون في نقص لاي امكانيات او نقص للاكسجين مثلا المرحله اللي جايه، فلازم يبقى في موجود احتياطي اكسجين.